السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندنا أمر اسمه فيو بوينت، اللي هو سيف فيو بوينت دوت. هو موجود في قائمة اسمها فيو بوينت. القائمة دي فيها بعض الأدوات اللي تساعدني إن أنا آخد صورة حلوة للمشهد بتاعي، وتساعدني في حاجات تانية هنشوفها مع بعض دلوقتي. أول حاجة هاجي هنا أقول له سيف فيو بوينت، فبيسيف لي اللقطة الحالية ويقول لي اكتبها بالاسم اللي أنت عايزه. فممكن تكتب كده مثلا، تسمي دي مثلا رايت. طب اللي موجودين فوق دول انت عملتهم قبل كده؟ لا انا ما عملتهمش قبل كده. دول كانوا موجودين في الريفت، هو خدهم من الريفت. الفيوهات 3 دي الموجوده في الريفت هو خدها وحطها هنا، تمام؟ جاهزين، مش انا اللي عملته، تمام؟ انا ده عملته في قلب الريفت وصدره معاه، ودول كانوا موجودين قبل كده. طيب خلينا مثلا اجي اغير الواجهه شويه كده واقول له سيف فيو بوينت، ماشي؟ اقدر اسحبه من هنا واخليه بره هنا زي ما انا عايز، تمام؟ ممكن اجي برضو اعمل واحده كمان كده واقول له سيف فيو بوينت، تمام؟ طيب بعد ما خدت الثلاثه دول تقدر اي واحده فيهم تيجي عليها وتقول له انا عايز اعمل رينيم او تعمل ابديت. يعني ايه ابديت؟ يعني انا هاجي كده اغير كده شويه واقول له ابديت، يعني هات لي اخر لقطه موجوده. ممكن تكون انت غيرت حاجه هنا بتاع، فيروح اعمل لك ابديت، ماشي؟ طيب ممكن تيجي هنا في حته فاضيه وتقول له اد انيميشن، وتسمي الانيميشن ده بالاسم اللي انت عايزه، ارتكشر، عايز تسمي اي اسم، وتسحب دول، تمام؟ ولو جيت على الانيميشن هنا هتلاقي دي اتفعلت معاك وبقت بلاي، تدوس عليها يبدا يشغلهم لك. هو بيعمل ايه؟ بياخد المشهد الاولاني وبعد كده حرك الكاميرا للمشهد الثاني وبعد كده حرك الكاميرا للمشهد الثالث، فيبان كان فيه حركه معاك بالشكل دوت. وتقدر هنا تقول ستوب، وتقدر تبدا من الاول تشغل، تقدم، تاخر، زي ما انت عايز. طيب ممكن اجي هنا واقول له اعمل لي فولدر. الفولدر ده تاخد فيه بعض اللقطات اللي تعملها، تخلي مثلا في فولدر بالمشاكل، في فولدر بالمشاكل المحلوله، في فولدر بالحاجات اللي لسه مخلصتش، وهكذا. فتبدا يبقى عندك تنظيم للشغل، بحيث وانت في الاجتماع تقول له ده هنا عندي البرامج، ده هنا عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا، تمام؟ بالشكل ده فتبدا تشوف الحاجات بشكل سريع، تمام؟ طيب ممكن بقى تيجي هنا دوس هنا تقول له انا عايز الفيو بوينتس، عايز سيفت زي في اللقطه الحاليه، عايز نيو فولدر، اد انيميشن، اد كات. يعني ايه اد كات؟ انا هنا عندي في الانيميشن ممكن اقول له اد كات، يعني ايه؟ يعني اقف لي ثواني في الحته دي كده، يعني بين المشهد ده والمشهد ده اقف لي ثواني. فلما تيجي كده وتقول له انا عايز امشي شويه فيقف ثواني قبل ما يروح للقطه الثانيه، وهكذا. دي بحس وانت بتعمل فيديو عايز يقف عند مشهد معين تشرح للناس ايه المشهد دوت او ايه اللي حصل هنا في الفيديو. ممكن تيجي تغير اسمه، ممكن تيجي تعمل له اديت، سوري اديت، بحيث تقول له اقف ثانيه ثانيتين، يعني اقف مثلا 4 ثواني. يبقى هو كده هنا لما يجي يشغل الفيديو يقف كام ثانية؟ 4 ثواني. وكل مشهد من دول تقدر تدوس عليه رايت كليك وتروح قايل له انا عايز احدد المدة بتاعت المشهد ده اتعرض في قد ايه. بص هو في 4 ثواني وبعد كده يكمل. ممكن بقى هنا تيجي تقول له اديت بحيث تشوف بقى البوزيشن بتاعي. يعني انا هنا بشوف اللقطه الكاميرا واقفه فيه ولوك ات هتبص فين. يعني ممكن اعلي الكاميرا بحيث ان انا ببص من فوق لتحت زي عين الطائر، او من تحت لفوق زي عين النمله، تمام؟ الزاويه بتاعت قد ايه، الهورزونتال فيلد اوف فيو قد ايه، الرول، الفيرتيكال اوف سيت، الموشن، السرعه بتاعتي وانا ماشي قد ايه. كل الحاجات دي بتساعد في ان انا اعمل فيديو شكله لطيف وينفع الناس تبدا تشوفه. تقدر تتعلم على بعض الفيو بوينت وتدوس هنا وتقول له اكسبورت فيو بوينت، فيبدا يصدرهم لي في صوره ملف XML، او تقدر تيجي هنا وتقول له امبورت وتدخل فيو بوينت من برنامج اخر، ممكن تكون عامله على جهاز اخر فتبدا تنقله من هنا لهناك، وهكذا. وبرضه ممكن تيجي في الفيو بوينت وتقول له انا عايز ثيرد بيرسون، شخص معين، بحيث اشوف الشخص ده ارتفاعه مناسب للباب ولا لا.
ممكن تظبط الإضاءة بتاعتك. لاحظ إن كل دول محطوطين في قلب فيو بوينت، يعني تقول مثلا إضاءة كاملة، لا ده أنا عايز أشوف الإضاءة ديت، الهيد لايت، نو لايت، اللي عايز أشوف شديد، عايز أشوف وار فريم. أنا عايز أثر النقط ولا لأ؟ طب أنا عايز يبقى في سيكشن ولا لأ؟ وتبدأ تحرك في السيكشن زي ما انت عايز. هنتكلم في كل الحاجات دي بالتفصيل يعني، بس احنا ايه بنشوف بس ايه سريعا بعض الخصائص. تقدر تحدد فيو بوينت معين وتيجي هنا تقول له انا عايز اعمل بعض الكتابات عليه، يعني عايز اعمل ريفيو عليه. فتقدر تعمل مثلا درو، تقدر ترسم بعض الحاجات كده بالشكل دوت.